السلام عليكم. راح نشرح بهذا الفيديو كيف ممكن نربط كلوز لوب سبيد كنترول باستخدام الماتلاب او السيمولينج اللي هي ضمن برنامج الماتلاب. احنا شرحنا في فيديو سابق عن الدي سي موتور، وقلنا راح نستخدم الدي سي موتور لغرض هاي التجربة، وقلنا ان الدي سي موتور هو عبارة عن ترانسديوسر يحول لنا الطاقة الكهربائية الى طاقة حركية او طاقة ميكانيكية. شرحنا التفاصيل مالته، بعدين جينا قلنا احنا التجربه مالتنا نستخدم المواصفات مال الموتور التالي، يعني الموتور اللي نستخدمه هو يحمل هاي المواصفات اللي هي نفس اللي موجوده عندنا بالمختبر. بعدين احنا اشتغلنا بالفيديو السابق كاوبن لوب، اليوم راح نشتغل ككلوز لوب. على مود نصير كلوز لوب احنا لازم نقرا السرعه، نعرف كل زين بالكلوز لوب هي انك انت شنو تاخذ فيدباك وترجعها وتقارن ويا الديزاير انبوت مالتك. الفرق بين الاوبن لوب والكلوز لوب، احنا بالاوبن لوب احنا كنا نقدر نسيطر على سرعه الموتور ولكن مو بدقه، يعني انت غير الفولتج تغير السرعه بس مو بالسرعه اللي انا اريدها. لكن احنا اليوم بالتجربه الكلوز لوب لا، انا اريدها بالضبط مثل ما انا اريدها، لذلك انا لازم اقرا السرعه وارجعها كاشاره الكترونيه فيدباك على مود اقدر اقارن بينها وبين الديزاير. فالسنسر اللي راح نستخدمه اللي يسوي لنا هذا الشيء هو التاكوميتر. التاكوميتر هو عباره عن جهاز يقرأ لنا الروتيشنال سبيد، اذا انسترومنت ميجرينج ذا روتيشن سبيد اوف ا شافت او ديسك اللي هو مثل الموتور عندنا، فهذا اللي راح نستخدمه. التجربه مالتنا راح تكون بجزئين، يعني الجزء الاول راح نربط تجربه الدي سي موتور واللي احنا نفسه قلنا شرحناه بالفيديو السابق كاوبن لوب. الان اللي راح يصير انه راح ناخذ فيدباك من السرعه، يعني من الاوتبوت مالتنا، ونرجعه كفيدباك ونقارنه ويا من؟ ويا الديزاير اللي احنا نريده، اللي احنا هنعتبره ستيب اوتبوت. بعدين يدخل على طبعا يدخل على فد فولتج خلينا نقول كنترولر، وهذا طبعا شرحه كلش طويل بس احنا راح نختصر على انه هذا الفولتج كنترولر كانما هو هذا اللي حيتحكم لنا بسرعه الموتور. تمام، فالجزء الاول راح نربطه بدون لود، راح نشوف ايش قد عندنا الايرور ستيدي ستيت وايش قد عندنا التي اس سيتلنج تايم من ما عندنا لود بتغيير قيمه الجين كي، فقط حنستخدم عندنا الجين كي. والجزء الثاني من التجربه انه راح نحط انيرشيا، انيرشيا مثل اللود، تعرفون كل زي لازم تحولون بين الترانسليشن والانجولر. فاحنا الماس في الحركه الخطيه من تحول الى حركه داروانيه فتحول الى انيرشيا، فهاي الانيرشيا مثل الكتله راح نخليها على الشافت مال الموتور. فنشوف شو راح يصير التغيير بتغيير قيمه الجين كي ما بين النو لود واللود. الان راح نفتح برنامج الماتلاب ونروح الى السيميولينج. راح نفتح موديل جديد وراح نبدي نصمم الدائره مالتنا اللي هي الخاصه بالكلوز لوب دي سي موتور. نروح اول شيء على السكيم سكيب، سكيم سكيب، نروح على الدي سي موتور. دي سي موتور وين نلقي؟ دائما بالسم الكترونيك بالدرايف، هذا هو الدي سي موتور مالتنا. نحفظ البكام مالته، سم سكيب بالسم الكترونيك بالاكتويتر والدرايفز روتيشنال اكتويتر، هذا هو الدي سي موتور. اول شيء نسويه هو ندخل المواصفات الخاصه بالدي سي موتور مالتنا، نفس المواصفات اللي هي عندنا. مثلا خلينا نجي على الخاصه بالموتور، مثلا المقاومه مالته 2.5 اوم والمحث مالته 2.5 ملي هنري. فاذا نجي نقول ريزيستنس 2.5 اوم، الاند مالتنا المحث 2.5 تبع الوحدات دائما حتى لا تخربط ملي هنري. زين نجي على الثوابت، نجي على الثابت الفولتية اللي هو الاي ام اف كي اي اللي هو بوينت، تقدر تاخذه نفسه 7.5 بوينت، ولكن انتبه شنو هي الوحدات مالته؟ راد على سكند. اذا نغير هذه اللي هي الار بي ام الى راد على سكند. زين نروح على التورك، التورك ايش قد؟ ناخذها كوبي اللي هو نيوتن متر على امبير، متاكد نيوتن متر على امبير. اوكي وسوي لك كترول. اذا هاي هسه دخلنا اول شيء الخصائص، نروح على الميكانيكال ايش قد احنا عندنا الانيرشيا. الانيرشيا قلنا 14 في 10 اس 7 سوري 140، نقدر نقول 14 في 10 اس 6. اذا نجي هنا نكتب 14 اي ناقص 6، بس ننتبه شنو هي الوحدات؟ كيلوغرام متر تربيع مو غرام سنتيمتر، اذا حولها كيلوغرام متر. طيب الدامبنج، يجي عندنا الدامبنج
اللي هي البي الفيسكوسيتي مالتنا هاي الدامبينج اللي هي 1 في 10 أس ماينس 6. إذا هنا نحط 1 إي ناقص 6، الوحدات نيوتن متر راد على سكند، نيوتن متر راد على سكند نفس الوحدات. إذا دخلنا الخصائص مالتنا مال الموتور، هاي الفقرة الأولى، خلاص عندنا الموتور. تجربة الأوبن لوب كنا نربط لهذا رأسا دي سي فولتج ونغير الدي سي فولتج مثل ما قلنا، بس تغير السرعة مالته. الآن شوية الحكي راح يختلف. الآن أول شيء رادنا سنسر، فنروح على الميكانيكال، نروح على اللايبرري مالتنا اللي هي الأصلية، نروح على الميكانيكال، نروح على السنسر، ناخذ السنسر اللي يقرأ لنا روتيشنال موشن. هذه أنا مو شنو نقرأ الحركه الدورانيه مالتنا. احنا قلنا سواء دائره كهربائيه او ميكانيكيه يحتاج لنا ريفرنس، فاحنا هنا انتبه ما تروح على الترانسليشن، روح على الروتيشنال، من الروتيشنال تاخذ الريفرنس مالتك. الريفرنس اللي خاص وين؟ بالجزء الميكانيكي. هنا يراد لنا ريفرنس، وايضا يراد لنا ريفرنس فوق، بس خلينا نقلبه. هذا هو الخاص بال روتيشنال مالتنا. بس صغرت الكتاب شوي حتى تاخذ مكان. الان ايضا الموتور يراد للريفرنس، فنروح على الالكتريكال، نروح على الاليمنت، ناخذ الريفرنس مالتنا. احنا هسه تقريبا خلينا نسميه هذا ار واحد كرفرنس، وهذا ار فقط للترتيب لا اكثر. الان احنا خلصنا الجزء الفيزيكال، احنا خلصنا فيزيكال، هسه راح نرجع على الماتلاب وفلسفه الكنترول. فاول شيء يحتاجه شنو؟ نحتاج نحول الاشاره الفيزيائيه الى اشاره يفهمها السيميولينج. فنروح وين؟ نروح على اليوتيليتيز اللي موجوده ضمن السيمسكيب. اول شيء نختار السولفر، احنا دائما نحتاج هذا السولفر اللي نربطه باي مكان بالدائره فقط من اجل ان يربط لنا الدائره مالتنا. تمام، هاي النقطه الاولى. اثنين، يراد لنا الفيزيكال سيمولينج، هذا يحول لك من الفيزيكال للسيمولينج، ويراد لك العكس اللي هو سرعة نشوفه يحول لنا من السيمولينج للفيزيكال. طيب الان احنا انتبه عليه، خلصنا قلنا الفيزيكال، راح نجي وين ندخل؟ ندخل بالسيطره الاصليه مالتنا. احنا هسه اخذنا هذا الجزء، راح ناخذ اشاره الاوتبوت مالتنا اللي هي الحركه الزاويه مالتنا الاوميجا، فاحنا ناخذها فيدباك. تمام، فانت ايش يراد لك الان؟ يراد لك تروح على السيميولينك. الان نرجع على السيميولينك، نروح اول شيء على السورس، ناخذ الانبوت مالتنا الديزاير اللي هو الستيب. اني هسه عندي اهم شيء الستيب. تمام، الستيب اني هذا الانبوت مالتي، خلينا نقول انا اريد دائما الستيب تايم يسوي صفر، فاينر واحد، يعني اريد دوره بكل سكند، راد على سكند، راد على سكند، او خلينا نقول تفتر راد ريديوس على سكند. تمام، هسه شو نريد؟ احنا نريد ماث، نروح على الماث. وين الماث؟ هذا الماث، ناخذ من عنده الجين، يراد لنا جين، ويراد لنا ايضا شنو؟ يراد لنا السم. الان هسه هذا دي سي موتور مالتنا، بس شوي نخرى غادي. الان راح ناخذ اشاره الاوتبوت هذا مالتنا، وين نربطها؟ نربطها كفيدباك. انتبه، ناخذ السام هذه، نقلب الاشاره الثانيه الى ناقص. الان اخذناها فيدباك، راح تدخل تقارن ويا الستيبل انبوت مالتنا. الاوتبوت هنا راح يكون على شكل ايرور، يدخل وين؟ على جين، دخل على جين اللي هو نفس ما تذكرون انتو شرحنا في فيديوهات اللي هي فيرست اوردر وسكند اوردر، مش نربط جين. وايضا بعدين الجين هذا الاشاره ما تروح وين؟ تتحول الى فيزيكال. الان النقطه اللي هي راح تحكم لي بالموتور، راح نجيب مصدر فولتيه اللي هو نروح على الكهرباء الكتريكال، نروح على السورس، نجيب شيء اسمه كنترولد فولتج سورس. هذا شنو فكرته؟ هذا تدخل له اشاره، بس خلينا نقلبه شويه، كنترول ار، هذا تدخل له اشاره من
من الايرور اللي يجينا ما بين الستيبل انبوت مالتنا هذا الديزاير انبوت، هذا الاوتبوت اللي طالع لنا هذا احنا نقدر نسميه الجين كي مالتي، تمام. هذا هو اللي يتحكم لي بمن بالموتور. نرتب الشغل مالتنا الان، هاي الاشاره هي اللي حتحكم لي بالموتور، طبعا ايضا لازم نربطها بالجراوند. ايضا نربطها بالجراوند. الان كملت الدائره مالتي الجين، حنبدي احنا هسه احنا لو نشوف شنو المطلوب من عندنا. مثل ما قلنا قبل شويه قلنا احنا هسه اول شيء نغير الكي، نجرب مره نص ونحطه مره واحد ونحطه مره 1.3 ونشوف ايش راح يصير عندنا بالايرور ستيدي ستيت والسيتلنج تايم مال السيستم مالتنا عندما ماكو لود. لحد الان احنا ما عندي لود، فقط الدائره مالتي ما عندي اي مشكله بيها، راح انفذ. نفذت، اجي طبعا شلون اشوف رادلي سكوب، اروح على السينك ناخذ السكوب مالتنا دائما نشوفه، نشوف باشاره الاوتبوت، ننفذ من جديد. الان نشوف الاوتبوت مالتنا، راح نشوف انه بسرعه السيستم استجاب الى الانبوت اللي انا انطيته اياه. لاحظوا انه ماكو اي يعني تي اس، فالتي اس تقريبا صفر عندي طالع لي، ولكن كايرور ستدي ستيت انا انطيته واحد، قد هو استقر؟ خلينا شوي نكبر، راح نشوفه تقريبا استقر على البوينت 9.5. يعني احنا لو نجيب فت كالكوليتر يعني نقول مثلا انا انطيته انبوت طلع لي 0.95، يعني واضحه بس هيك فقط، فراح يطلع لك تقريبا 0.05 هذا الايرور 0.05، فتجي تقول انه انت طلع لك تقريبا ايرور ستدي ستيت 0.05. هذا الفرق ما بين انت تريده والاوتبوت اللي طلع لك. هذا في حاله الجين ايش قد، بس خلينا نتاكد هذا الجين واحد طبعا سوري، فاذا هذا في حاله الجين واحد 0.05 والصفر زين. خلينا نجرب نسوي نص، نجرب نسوي نص، ننفذ اوكي اوكي نشوف الاوتبوت مالتنا. شوف تقريبا اكو بعض الاوفر شوت، ولكن يعني في اقل من الملي سكند تقريبا تقريبا 0.9، يعني لو نجي نقول 1 ناقص 0.9 راح يطلع لنا 0.1. اذا بالنص هنا كان طالع لنا الايرور 0.1 ولا بعدين صار زياده 5%. الان خلينا نسوي 1.3 وننفذ. راح نشوف تقريبا استقر السيستم على 0.69. طبعا في كل الحالات لو تشوفون ما عندنا بسرعه السيستم دا يستقر، يعني في كل الحالات الثلاثه انا عندي التي اس صفر، هنا أنا عندي اني استقر قلنا على 0.9 0.96، فيعني كانما الايرور مالتي صار قل الى 0.04. هذا هو هسه المطلوب بالجزء الاول من التجربه او من الفكره اللي هي الان احنا كنا نريد قبل اذا تذكرون بالاوبن لوب كان الموتور يفتر بكيفه، يفتر مره طلعنا 70 17 20 30، الان لا ده يفتر فقط مره واحده واحد مثل الستيب مالتنا يعني، ولكن اكو عندنا ايرور طبعا بدنا نحاول نصحها بالجين. الان ايش راح نسوي؟ راح نربط لود، راح نربط لود وين؟ على الشافت مال الموتور. اللي راح نسويه هو بالشكل التالي، راح نروح على السيميولينج على السيم سكيب من جديد على الميكانيكال. انتبهوا دائما احنا عندنا نوعين من الحركات، اما حركه دورانيه او حركه خطيه. فالفرق بين الكومبوننت الميكانيكي الخاص بالحركه الخطيه والكومبوننت الخاص بالحركه الدورانيه. بالحركه الدورانيه انا من ادخل لي كتله على الموتور فراح يسموها انيرشيا. الانيرشيا هذه هي كتله ولكن دورانيه، يعني مع التعامل ويا الكومبوننت اللي هو، فراح اربطها هسه انا هذا على الشافت مال الموتور. هسه هذا مثل لود، كانه انا ربطت لي لود على الشافت مال الموتور مالتي. طيب
اذا تذكرون بالتجربه ذاك الفيديو، احنا شو ربطنا الكتله؟ حطينا اول شيء ويل، وبعدين ربطنا الآن ربطنا الانيرشيا، ربطنا الانيرشيا طبعا جد قيمتها هنعتبرها مثل ما هي، بنعطيها 0.01 كيلو غرام متر سكوير. وكأنما الآن أنا حطيت مثل الثقل على الشافت مالتنا، راح نرجع من جديد، راح نبدي بالبوينت 5، راح نجي ناخذ الداتا هاي مالتنا نحطها بالجزء الثاني مالتنا نفس القيم، بس بدي نشوف هسه ويا اللود اللي ورا ما ربطنا اللود ايش راح يصير. نبدي بالبوينت 5 ننفذ، راح نشوف الان صار عندي نوعا ما، شوف الموتور شويه يحتاج وقت يلا نهض يلا طلع لي ايش قد 0.9، ولكن المشكله الفكره الجديده الان صار عندي شنو؟ صار عندي تي اس سيتلينج تايم، اذا هو بعد الايرور استقر على 0.9. إذن هسه هنا أنا ما تغير عندي 0.1 الايرور، ولكن الآن صار عندي سيتلينج تايم. شو وقت استقر السيستم؟ تقريبا ويا 4 سكند، يعني ورا الأربع سكند تقريبا أنا داخلها تقريبية هيجي إنه استقر عندي السيستم، فراح أقول له 4 سكند. تمام؟ زين خلينا نجرب إذا نحط الجين 1 الآن. جين 1 وننفذ. راح نشوف شغلتين، اول شيء السيستم صار اسرع نوعا ما، تقريبا هسه بالدقيقتين او دقيقتين ونص، بالدقيقتين ونص استقر، اقدر اقول اني 2.5 سكند، يعني هاي تقديري من الرؤيه مالتي، استقر تقريبا السيستم، وايضا استقر على مثل ما تشوفون صار الايرور 0.05 0.05. إذا تشوفون الايرور بقى نفسه، يعني احنا نشوف انه الايرور قل كل ما زيدنا الكي، ولكن الفرق بين حالة النولود واللود انه صار عندي تي اس. الان خلينا نجرب نحط 1.3 نشوف السيستم هل حيصير اسرع. 1.3 ننفذ، راح نشوف تقريبا السيستم الان استقر بالاثنين، بالاثنين سكند، وربما حتى اقل، يعني احنا لو نجي نحسب اللي هي الايرور تذكرون اللي قلنا احنا 0.2%، زين فيمكن قد يكون حتى اقل من الاثنين، يعني قد يكون استقر هو هنا ب 1.5، ولكن هسه احنا الفكره اللي نشوفها انه السيستم صار اسرع واستقر على ال 0.96، اذا رجع الايرور من جديد 0.4. اذا انا الفكره اللي اقدر اوصلها من خلال اللي شفتوه انه الفرق ما بين الاوبن لوب والكلوز، سوري، ما بين النو لود والاكو لود وذي اللود، انه صار عندي السيتلنج تايم، انه الماطور احتاج وقت يلا ينهض ويلا استقر اشتغل مثل ما كان يشتغل ويا النو لود. وشفنا شلون انه احنا مع زياده الكي، يعني خلينا نقول احنا الدراسه مالتنا تتعلق بشغلتين، الشيء مع زياده الكي يقل الايرور ستيدي ستيت، ومع وجود اللود يصير عندي شنو سيتلينج تايم، والكي دي يستفاد من عنده ايضا يقلل لي الايرور ويقلل لي ايضا التي اس، اي يخلي السيستم دي يستجيب بسرعه. هذا كل ما حبيت اقوله بالكلوز لوب، ان شاء الله يكون واضح. شكرا جزيلا والتقيكم في فيديو اخر ان شاء الله.